الكلام كله على تأكيد التعاون في مجال الغاز والبنية التحتية للغاز، تعاون الدول محاولة عدم المساس باستقرار هذه التجارة والإنتاج، وضرورة الاستمرار في الاستثمار في هذا الوقود الانتقالي المهم اللي تم الاتفاق عالميا على أنه هو أقل انبعاثا، وبالتالي يبقى هو الاختيار الأول للوقود الانتقالي هو الغاز الطبيعي، وأهمية وضرورة الاستمرار في الاستثمارات الخاصة به. الدول الأفريقية والدول النامية بصفة عامة من حقها طبعا أنها تستفيد بالموارد الطبيعية اللي موجودة لديها، وأنها يتم تنميتها حتى تستطيع أنها تدعم التنمية الاقتصادية وتنمية الشعوب.